مساء الخير. بلبنان نحن اليوم مش بحرب، خلونا نوصفها بحالة حرب أو أجواء حرب. هلا يبدو بأنه حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك بالرغم من بعض التصعيد من وقت لوقت، وآخرها كان قصف الإسرائيليين لمنطقة ريحان بالجنوب بين جزين والنبطية، ورد الحزب بإدخال مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي. ولكن العمليات اليومية على الحدود من تسلل وإطلاق صواريخ عم تتبناها جهاد غير حزب الله، يعني عم نحكي حماس والجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية يلي عملت بيانات باسم قوات الفجر، ويلي ما بيعرف مين قوات الفجر هن الجناح العسكري سابقاً أيام الحرب للجماعة الإسلامية. يعني الجماعة الإسلامية حزب لبناني، عنده نواب بالبرلمان، أو اليوم عنده النائب بيمثلهم نائب بيروت محمد الحوت، ومبارح عملية تبنتها سرايا المقاومة وإلى آخره. طيب هذه الفصائل مين مسؤول عنها؟ لأنه يظهر من العمليات بأن مجموعات لا تمتلك حرفية حزب الله، يعني عمليات فينا نسميها عمليات بدائية وغير حرفية. هلا هذه المجموعات الغير محترفة، عم نحكي غير محترفة نسبة لحزب الله، شو يلي بيضمن أنه تعمل عملية غير مدروسة وتؤدي إلى خرق قواعد الاشتباك الملتزم بها حزب الله والإسرائيليين بطبيعة الحال؟ وطبعا خرق قواعد الاشتباك سيؤدي إلى توسيع نطاق النزوح جنوبا، يعني اليوم هناك 19 ألف نازح، الأرقام بتقول، من قرى الشريط الحدودي اللبناني بالجنوب، والنزوح باتجاه قضائي صور والنبطية والزهراني. فالعمليات الخاطئة ستؤدي إلى مضاعفة أعداد النازحين حتى خارج الجنوب باتجاه بيروت وصيدا. يعني إذا بيتوسع نطاق الاشتباك سيتوسع نطاق النزوح. هلأ من شوي وزير خارجية إيران أعلن، يعني اليوم هذا، بأنهم لا يريدون، إيران لا تريد توسيع نطاق المواجهة بالمنطقة. تمام، هذا بالنسبة للإيرانيين. وبالنسبة للأمريكيين بيصدر اليوم عن البنتاغون خبر، اليوم بعد الظهر مساء اليوم، خبر بيقول بحرفيته: لم نرصد أوامر صريحة من المرشد الأعلى في إيران للمجموعات المدعومة من طهران لمهاجمة قواتنا. يعني الأمريكيين عم بيقولوا أنه الإيرانيين محيدين عن المعركة. طيب إذا كل هؤلاء يريدون ضبط النزاع والفوضى الحربية وعدم توسيع الجبهة أقله بالوقت الراهن، فماذا تريد تلك الجماعات؟ وهي تأتمر بمن؟ نحن نسلم جدل بأن الدولة اللبنانية والحكومة والجيش اللبناني لا يمتلكون القدرة على ضبط حزب الله أو توجيه حزب الله أو إعطاء الأوامر لحزب الله. وأكثر، حزب الله لا يشارك لا الحكومة ولا الجيش ولا الدولة لا بخططه ولا باستراتيجيته الحربية. بس هيدي الجماعات شو؟ أنه حماس ما عندها الأجنحة العسكرية الكبيرة بلبنان، وممثلة موجودة بلبنان وكل يوم بيجتمع مع القادة السياسيين، وهي فصيل غير لبناني. مين بيضبط حركة حماس بجنوب لبنان من عمليات التسلل اليومية؟ وقوات الفجر عندها نائب بالبرلمان قلنا اسمه محمد الحوت. بعدين قوات الفجر على أساس انحلت مع الميليشيات وقت اتفاق الطائف، كيف طلعت اليوم وبلشت تنفذ عمليات؟ يعني هل نحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية أم لحزب الله؟ إذا ما فيكن على الحزب وما بتمونوا، بس كل يوم يطلع فصيل يتبنى عملية، يعني عم بتحولوا الجنوب إلى منطقة خارج الدولة كليا وليس جزئيا. يعني شو صار دور الجيش وقوى الأمن بالجنوب؟ ومين بيحمي الناس بالجنوب من مغامرة غير محسوبة؟ إذا افترضنا أنه العدوان على غزة انتهى بوقف الكفاح المسلح الفلسطيني من الداخل، أقل وخلونا نقول انتهاء مؤقت إلى حين لملمت الخسائر والانطلاق من جديد، وقد تستغرق وقت طويل، ساعتها بيصير جنوب لبنان هو الجغرافيا البديلة للكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل مجموعات صغيرة ولو كانت تحت إشراف حزب الله. ولكن حزب الله لم يتبنى هذه العمليات، يعني على الدولة اللبنانية أن تضبط حركة هذه الفصائل الصغرى الغير محترفة.